دلوقتي عايزين نقول لحضراتكم انه امبارح كان في مبادرة الشركة المتحدة في الترفيه عن المواطنين. معنا فيديو مهم نشوفه لسيارات الشركة المتحدة اللي بدأت تجوب الشوارع، وهنشوف الحقيقة روعة تفاعل المصريين مع الأغاني الوطنية في الشارع. تعالوا نشوف مع بعض فيديو سيارات المتحدة. يعني يا راية فوق كل راية، الحقيقة هي دي الروح اللي احنا عاوزينها. وشكرا للشركة المتحدة بقيادة الأستاذ تامر مرسي. وكمان أعلن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تغيير لوجوهات قنوات المتحدة، وأصبح مؤقتا وأصبح لوجو قناة إكسترا نيوز خلي مسافتنا إكسترا، وقناة أون تي في خلي مسافتك أون، وقناة سي بي سي نبعد علشان نقرب، وقناة الحياة خليك بعيد، وقناة دي إم سي في التباعد حياة. طيب تعالوا بقى نشوف آخر حاجة عاوزة أقولها قبل ما نروح لفاصل. نشوف الأول اللوجوهات على الشاشة اللي اتعملت، نشوفها ننزلها. هو ده الشكل اللي هتظهر عليه لوجوهات القنوات في الفقرات كلها، وفي كل الفقرات بتاعت كل يوم لحد ما تنتهي الأزمة، وده علشان نشجع الناس إنها تقعد في البيت.